اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الفقره الاخيره في برنامج الترند، عايز اقول لكم في هذه اللحظات الفريق بالظبط هيكون في الجو او خلاص طار من مطار القاهره بالظبط، بقاله ساعتين الا ربع زي ما انتم شايفين على الشاشه، خط سير ورحله طيران بعثه الاهلي الى المغرب، وقدامكم بالظبط خط السير في هذه اللحظات. وباذن الله هو دلوقتي بالظبط بقالهم ساعتين الا ربع خرجوا من مطار القاهره وطياره في الجو زي ما انتم شايفين في خط السير، لكن باذن الله تصل الى مطار كازابلانكا في المغرب في الساعة 10 بتوقيت القاهرة بإذن الله، ولما لا تكون 10 بتوقيت الأهلي.